con la loro cria. جمعية جربة وعلى عكس مجريات اللقاء في دقيقة 60 تنجح بتبديل النتيجة عن طريق أمين فرحات بتسخوية استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس القصراوي. المباراة بمرور الدقائق أصبحت مفتوحة هجوميا من زوج فرق. 81 عمل كبير من أمين فلفول يراوغ ويصوب الحارس يتصدى وفي المتابعة المتميز أمين فرحات يمضي على ثلاثية الجمعية. ايضا بسام المكوم حسام جميل لمجد الجريتلي رامي الدرقاع رأفت عنان ونتابع المحاولة لتشكيلة المدرب عبد الحي بن سلطان والهاد عبد القادر أسامة. شوفوا عبد القادر أسامة والكرة الأخيرة بن عبيد عزيز بن عبيد تاهية المراوغة. شوف النقلة الفنية ممتازة جدا من لاعب أمين فرحات. أمين فرحات يرجع الكرة لعزين عبيد. عزين عبيد يحضر 19 والكرة الأولى وفرصة كبيرة. شوفوا المتابعة لأيمن فرحات والتصويبة والتألق للحارس فاروق بن مو. شوفوا الكرة الأخيرة والتصويبة لوبيخ حاول عبر الصبر خليفة وزويلة داودي نيكل التغطية من جانب دفاع جمعية جلبة والهفوة واضحة. الهفوة واضحة والإنذار لحسين ضرب عبد الحي بن سلطان. بعد العشر دقائق الأولى للشوط الثاني غيرت التألق ناطر. شوفوا أيمن فرحات. الجمعية تعكس الهجوم. أمين فرحات باليمين ينطلق كرة ترجع من الدفاع وفي المتابعة هيثم بن يوسف محاولته فوق المرمى بقليل. والملعب البلدي حمى السوق ونحكي عليه بعد قليل. تبقى قبل ذلك أمين فرحات في كرة أولى للجمعية الذي بيزيروا فهم المتابعة تلعب متداول عند الهيئة الترجي بانتظار التأكيد من الأيام القادمة. هذه فرصة خطيرة للترجي للتوسيع من أخو يبقى الأرضية مباراة اللعب بهذه الفترة الأولى. تغطية من أمين فرحات من إيهاب الباركي مباراة اللعب بهذه الفترة الأولى. تغطية من أمين فرحات من إيهاب الباركي دوم تحلق عافي جابر عدنان الحرباوي موجود أمين فرحات من التغطية دورة الإمكانية زهير عطية فوسيل يكون بريء في المتابعة لأمين فرحات. أمين فرحات مع إيهاب الباركي يسقط وحده أمين فرحات. مازال الكرة عند أمين فرحات حكم يعني مخالفة من الحكم للترجي بس خلهاش للعكيشي
ولكذلك حصير الحربية ومن فرحات التوزيع ما تكونش موجود. موجود الحارس ارجع من جديد، كرة خاطئة من الدفاع وثانية خاطئة من يانيك كاشيما للتوزيع على فماس المساندة. مرة الكرة من فوسيني كوليبالي وكذلك يانيك كاريان في الهجمة توغل حصير الحربية قال مادري وكذلك كاتيب اليعقوبي بامتياز خط دفاع الجمعية. هذه لقطة فنية من أمير غير موجودة حتى محاولات اللي مشكلتش خطورة كبيرة على مرمى الحارس فاروق بن مصطفى. التسديد والتدخل من الدفاع فرصة خطيرة لجمعية الجرب الهادي بخيص، فرصة خطيرة يلعب الكورة مع الهادي بخيص. أمين فرحات، أمين فرحات، أمين فرحات التمرير للخروج على الرواق الأيمن، لكن التغطية موجودة ترجع من أمين فرحات. أمين فرحات هدية ديما تمشي معاه الكورة بكل صراحة، هزيمة يعني هزيمة متتالية، هزيمة تلو الهزيمة. هيا الكرة الأخيرة جمع عبد القادر شوط اليمين فرحات، أمين فرحات والمحاضر يحسن الترويض على المرزوقي تبادل مع سجن ويقلب الامور على عبد الخارج. الكرة لجمعية جدة والتدخل الاخير تبقى الكرة هي تحول الملعب في تاريخه خط على المسار ما فتحش ولا فتحت ربما تحول الملعب لمشاهدته ولمعاداته ولا يكون جمهور كم يعمل فوق ثلاثة لاعب لم يحصل استغلال الكرة بوجه البقلاوة في العملية الاخيرة تبقى الكرة. العيادي على امين بل في الرابطه المحترفه الاولى عنده ست اهداف امين فرحات والتدخل يعني في رمضان عفوا عنده ورقه صفراء. بن عبد الله عزيز بن عبيد، عزيز بن عبيد باهيه المراوغه. شوف اللقطه الفنيه ممتازه جدا من اللاعب امين فرحات يرجع الكره لعزيز عبيد. عزيز عبيد يحاضر زعفاف الهدف قبل المباراه قبل الموسم كامل الهيئه نظمت يعني المدرب السابق عثمان الشايبي وهذا اعتراف ضمني العمل الكبير اللي قام به. الحاجه الثانيه يعني عفوا الغرب يعني الفاسيون اللي تصير بين المدرب والمدرب شغال يعني الاطار الفني السابق وهذه تدل يعني على الاخلاق يعني الكبيره تاع عفوا واللعمه بالفريق يعني. طيب العمليه تغيير اللعب التي شارينا فرحات لكن فرحات طيب العمليه واجه امين فرحات اللي في اول محاوله مع سلسله المراوغات من رباق العيسر يتجاوز زوج مدافعين يعارك بعدها في الدقيقه 26 يعقوب من اليمين يصوت امين فرحات في المره الاولى يخفق وفي المتابعه محمد امين فلفور بدور وبصوره غريبه يضيع فرصه افتتاح النتيجه بعدها في الدقيقه 36 وسمع عبد القادر من الجمعيه يوزع امين فرحات بالراس كورته قريبه من مرمى الطيور. ثم في الدقيقه 69 يواجه فريق الجمعيه امين فرحات ليزار يدو ثالث وكورته ينجح في سدها. بن فرحات مجهود فردي يضمن منطقه العمليات في مره الاغنيه ودفاع نادي الفردين بكل ثبات. برخيص يصوب فوق المرمى تصويبة أمين فرحات فوق مرمى الحارس العربي المجري